اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم تقبل منا خالص الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، اذهب عنا الحزن والهم وافتح لنا أبواب السعادة والرحمة. اللهم أصلح نوايانا واجعل قلوبنا نقية تقية، وارزقها الإخلاص في القول والعمل ونقها من المعاصي. اللهم اغسل خطايانا وكفر عنا سيئاتنا وارحم أحياءنا وأمواتنا واقبل توبتنا وفرج كربتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا وحقق لنا مطلبنا، واجعل ما تتمناه قلوبنا تراه عيوننا، واكتب لنا الخير في كل خطوة نخطوها، وبشرنا بما ننتظره. اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا وأن تبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أدخل السعادة في بيوتنا والسكينة في قلوبنا. اللهم ارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع.